خوتي خواتاتي، السلام عليكم. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اتمنى تكونوا بخير وعلى خير. قوم الاخوان، فلوك ديال اليوم نشاركوا معكم هذه الاجواء. هذه كما شفتوا حنايا متواجدين في منطقه ديال تبري، يعني منطقه ديال عبري تبارك الله معروفه بالثلج، وجبل عبري معروف حتى هو. الحمد لله، اللهم بارك. جينا ضربنا دويرة هنا الإخوان، شوفوا كي دايرة الأرض بعد هاد الأمطار هادي اللي طاحت في التالي. هذا تبارك الله، يعني الربيع الحمد لله تبارك الله جاي، اللهم يسر. تحياتي لجميع الإخوان، ونتمنى يعجبكم فلوك. هي تبارك الله كما تشوفوا معنا هنايا، الربيع تبارك الله راه خرج، يعني الخروف الصغير تبارك الله راه شبعان، الخروف الصغير يعني شبعان. وكنصيحة الإخوان، يعني صراحة كما ديجا حطيت واحد الفيديو على حساب في هاد الوقت هادي، يعني أصعب وقت هي هادي، يعني الخروف تيكون ولا النعجة ولا الخروفات تكون مولفة ليبوسية، فاش تجي هاد الوقت ديال الخضورية تبارك الله، تيبقى الخروف تبدا ياكل الخضورية، يعني تيوقع واحد التغير في المعدة، والله يستر تتكون الآفات، والله يدير الخير هادشي اللي نقولو. الحمد لله تبارك الله، يعني البلاد تبارك الله تلقات تبارك الله شوية الربيع، حتى تبارك الله هاد النوارات، هادو هاد النوارات الإخوان تبارك الله الغنم تتموت عليهم، النعجة تتموت عليها، وحلوة سبحان الله، فيها واحد المذاق حلو حلو بزاف. تحياتي لكم الإخوان، نتمنى يعجبكم فلوك. أخوكم راعي الغنم بأطلس متوسط، يحييكم من منطقة تبري نواحي أزرو، عملت إقليم إفران، وتحياتي للجميع. تبارك الله الإخوان، المنظر تبارك الله صراحة، يا سلام. هنا الإخوان يعني في هذه المنطقة هنايا ما كاين حتى شي قطعة ديال الغنم، في هذه الساعة فاش مشينا حنايا ما كاين حتى شي قطعة ديال الغنم، يعني ما كاين حتى واحد هنا. اللهم يسر، الله يسخر للجميع. تحياتي لكم، نتمنى الاخوان يعجبكم فلوك. ما تنساوش الاخوان اللي تيتفرج فينا، ما ينساش يبارك علينا على ديك الجيم، تفاعل معنا في القناه وخلي لنا بصمه ديالكم. تحياتي لكم، موعدنا ان شاء الله الاخوان فيديو اخر ان شاء الله، حتى نكون منطقه ديال اداروش ولا ان شاء الله نواحي ديال ازرو ان شاء الله. المهم شوفوا من تما، ما غاديش ننساوكم الاخوان، تبارك الله عليكم.